حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة على أنحاء قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء. حيث استهدفت قوات الاحتلال مدرستين بهما نازحون في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 50 شخصا على الأقل. كما استهدفت قوات الاحتلال عشرات المنازل المأهولة في حي الزيتون والشجاعية شرق غزة وفي مدينتي رفح وخان يونس. كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة 10 آخرين. هم قالوا اللي طالعين الشمال إن خان يونس الجنوب أضمن أو أأمن، وهلأ قصفوا خان يونس، يعني ما فيش أمان حتى في خان يونس. طب ماشي وطلعنا رفح، برضه رفح مش آمنة، يعني وين بدهم من الآخر؟ وين بدهم يودونا مثلا؟ احنا تعبنا مش قادرين، احنا صامدين لاخر لحظه. تمام، احنا صامدين وما بنطلعش من ارضنا، ما بنطلعش من البيوت.